لفيت كل الأماكن حليت أحلى العواصم أرض اليمن ثانية أما اليمن ثانية فلاش من بلادي ذكر ماضي وحاضر أرض اليمن ثانية أما اليمن ثانية فيها الهوى جو ثاني عليل طول المواسم أرض اليمن ثانية أما اليمن ثانية عصام يشرح لنا وانت أنت في الشرح ذاكر أرض اليمن ثانية أما اليمن ثانية الجامع الكبير. الجامع الكبير بصنعاء القديمة وهو ثالث مسجد في الإسلام وأول مسجد في اليمن، بني في عهد الرسول في السنة السادسة للهجرة، ويقال أن المأمور ببنائه هو وبر بن يحنس الأنصاري، وقيل أيضا أنه قد بني في بقعة كانت في الأصل بستانا أهداه ملك صنعاء بدان الفارسي للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى أنه قد بني على أنقاض قصر غمدان السبائي الشهير، وأن هناك ما يدل على ذلك حيث أن أبواب الجامع الفولاذية ترجع للقصر ذاته وعليها كتابات بخط المسند. واكتشف بحث أثري مهم أثناء إزالة الجص من الجدران على 12 مصحفا قديما، إحداها كتب بخط علي بن أبي طالب عليه السلام، و4000 مخطوطة عربية نادرة من سطر الإسلام، ومراسلات من العهد الأموي محفوظة الآن بمكتبة الجامع الكبير. أيضا عثر علماء الأثار عام 2006 على سراديب وآثار بناء قديم أثناء دراسة تاريخ المسجد. الجامع المستطيل الشكل والذي أمر بتوسعته الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، إذ تبلغ عدد الأعمدة فيه 183 عمودا، وتبلغ مساحته حوالي 65 × 68 متر، وتتوسطه كتلة معمارية مربعة الشكل طول ضلعه 6 أمتار، تغطيها قبة حفظت فيها وقفيات الجامع ومصاحفه ومخطوطاته، وبنيت جدرانه الخارجية بحجر الحبش الأسود، وتحتوي على 12 بابا، منها باب يعود تاريخه إلى فترة التاريخ القديم نقل من أبواب قصر غمدان.